السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنادوهم. حياكم الله بفيديو جديد ومختصر من قناة خواطر فكرية. قبل أن نستعرض إلى كلامه ونستعرض كلام الشيخ الفاضل الشيخ جعفر الإبراهيمي، نعم كما سيذكر من الممكن أن ينزعج البعض من الكلام، لكن أقول هي ملاحظة مهمة جدا. الشيخ جعفر الإبراهيمي، مثلا الشيخ زمان الحسناوي، السيد الفاضل رحمة الله تعالى عليه، أي شخص من هذه الشخصيات، وهذا يعني فقط يعني أمثلة تقريبية من الأسماء المهمة في المنبر الحسيني، الشيخ بالتأكيد الشيخ سلام العسكري، لما يتكلمون بمسألة وينتقدون مسألة أو ظاهرة، الهدف الرئيسي والهدف الأساسي هو تقويم هذا الأمر حتى يقل في المستقبل، وحتى يكون بصورة قليلة جدا ويندثر وينتهي في المستقبل. فنعم هذه ظاهرة مهمة جدا انه احنا نحاربها، وانه احنا نبين انه هذه ظاهرة خطأ. لما تدخل الى الامام المعصوم عليه السلام يجب ان تدخل بسكينة، تدخل بهدوء وليس صريخ وليس يعني صوت عالي. لنستمع ان شاء الله الى توجيهات الشيخ جعفر الابراهيم بهذا الخصوص، ولدينا تعقيب مختصر فخليكم معي. لاحظنا الشيخ جعفر الإبراهيمي بتواضع كبير يقول أنا ليس بمجال فتوى، وهذا يعطينا إيعاز إلى بعض من يتكلم بفيديو بفيديوهين يخرج بالبثوث المباشرة ويقول أنا الأول وأنا كذا وأنا أفضل وأنا المجدد وأنا. الشيخ جعفر الإبراهيمي ما شاء الله واصل إلى مرحلة آلاف المحاضرات ما شاء الله، الله يحفظه، ومع ذلك يقول أنا خادمكم جعفر، أنا المذنب جعفر، أنا كذا جعفر. كل هذه التفاصيل يبينها الشيخ جعفر حتى يوضح انه يا ابناء الحلال، يا اخواننا، يا شيعتنا، يا موالين، احنا ما نشكك بولائكم بالتاكيد، لكن هذا التصرف خطا، لان الامام المعصوم حي يرزق، وراجع الايات القرانيه التي تذم من يفعل هذا الفعل والذي يكون صوته عالي بوجود المعصوم. تقبل تحياتي في امان.